مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. واعتذر اني لابس النظارة اليوم، هي انعكاس الليت على وجهي على الجامة، لان شوي العين تعبانة شوي، وقلت بدل ما البس عدسات اريح عيني، ومنها يعني شوي العين تريح، ومنها اطلع لكم بلوك مختلف، يعني عرفت شلون. فحبيت أمسي عليكم بالخير. اليوم عندنا ضيف صديق عزيز جدا وطيب وحبيب ودم عسل، وهو بكبره عسل، بس ننتظره يشرف. خلوني بس أنا أكتب الملاحظة المسمارية اللي نحطها هني مع ماهر البرواني. وأهلا وسهلا فيكم، ننتظر العزيز على قلبنا ماهر. وماهر، من هو ماهر؟ ماهر سلمكم الله شخصية جميلة جدا. ننتظر ماهر يشرف. في هذه الأثناء نقول لكم عن ماهر. ماهر سلمكم الله أول عماني يصل إلى أعلى نقطة في جنوب أفريقيا. بدأ مغامراته في 2009 وزار جميع دول الخليج العربي ودول أوروبا. كذلك قطع حتى الآن ستة وأربعين دولة. وبدأت رحالة في أفريقيا سنة 2014، تسلق قمة كليمنجارو في أفريقيا سنة 2018، تم تكريمه في السودان كأول عماني يدخل السودان بالدراجة النارية، حصل على لقب سفير السياحة من قبل وزارة السياحة في جمهورية تنزانيا وملاوي. من أقواله: ستكون سعيدا فقط عندما تحقق النجاح دون التخلي عن مبادئك. شخصية صراحة رائعة جدا وصديق عزيز علينا وإنسان محترم جدا. ومساك الله بالخير الرحالة البطل العظيم سفير العرب. الله يمسك بالنور والسرور حبيبي، اهلا فيك ونورتنا. انا دخلت شوي قبلك، قلت شوي نعطي انترودكشن كذي عنك ونتكلم عن انجازاتك، فاهلا وسهلا فيك ونورت معنا في فقرات مسافر بالبيت. ومثل ما انت عارف والمتابعين عارفين، هذه فقرات دردشه كذي وسوالف وضحك اكثر من ان هي مقابله رسميه. بالفعل لي شرف اني اكون معاك في اللايف، وايضا انت بطل ورحال وغني عن التعريف يعني، واحنا نتعلم منك كابتن. والله احنا اللي نتعلم منك يا اخوي ماهر، ونتعلم من بعض، بعد كلنا نتعلم من بعض. وانت طبعا حبيب وغالي، مريت بتجارب، وانت ما شاء الله عليك يعني افريقيا تعرفها اكثر من الافارقه نفسهم. يعني ممكن تقول كذا، بس حيل نغلبهم يعني. أنا بيقول شلون أنا قابلت ماهر أول مرة. أنا كنت متابعة يعني في إنستغرام وعندي على فيسبوك، لكن ولا مرة تواجهنا مواجهة مباشرة. ولكن في شهر فبراير 2017 أنا متجه إلى الكويت من البحرين مع أخوي الله يذكره بالخير أحمد المريخي من البحرين أخونا، وبالصدفة وقفنا في محطة في الخفجي، وأنا عرفت الدراجة حاط عليها على البنير، حاط علم عمان،
وكان عد هو غبار ورمل، ومن كثر بهدلة الرياح كانت فعلا. التيارات لون الدراجة الأمامي والحذاء وأنتم بكرامة اختفت الألوان من عليه، وكان جدا يوم صعب وبرد شديد قارس، كنت لابس 3 طبقات، فوقفت على المحطة من كثر البرد، لا أنا قادر أشيل الخوذة ولا ماهر قادر يشيل الخوذة، قاعدين نتصالح مع بعض. كان هذا أول موقف يعني إن إحنا التقينا فيه، وكان في محطة بترول الخفجي على طريق الكويت سنة 2017، وكان ما شاء الله عليه تذكر. والله أنا ما أذكر التواريخ، لكن ذاكرتك قوية يعني. أي أنا ذاكرتي شوي قوية. ماهر، أنا قاعد أعرف عليك، أعرف الشباب أثناء أول ما دخلت البث أنك أنت أول عماني يدخل القارة الأفريقية بصفة فردية بالدراجة النارية، شلون جاتك الفكرة هذه؟ شلون طلعت لك يعني؟ والله وش اقول لك، كان مجرد هواية، وبعدين بدأ الشغف يزيد ويكبر معاي لأن وصلت لدخول قارة أفريقيا. فعلا كان هي مغامرة، وكان كنت خايف منها في البداية. بعدين كان في بعض الشباب اللي يحاولوا يحبطوني، ما هل لا تسويه وخطير وكذا. قلت لهم زين ما مشكلة، حاب إني أجرب، إذا صار صار، يعني ما صار خربانة خربانة. لكن صحيح الحمد صحيح. لله، والله كان بداية دخول أفريقيا، قارة أفريقيا في 2014. ممتاز يعني ممتاز. هذا ثاني دخول لقارة أفريقيا. كان بدايتي في 2014 لما دخلت وصلت إلى يعني مصر، ليبيا وتونس، وبعدين كملت رحلتي إلى أوروبا. يعني يمكن ممتاز. من المواقف الخطيرة اللي مريت فيها كان ليبيا. أثناء الحرب دخلت ليبيا. هذه مغامرة بروحها تكتب لها كتاب يعني. فقلت ما دام قدرت اني ادخل ليبيا في اثناء الحرب، مع الدول الثانيه بيكون سهل معي، وبالذات شرق افريقيا. شرق افريقيا معظمهم يعني 11 دوله يتكلموا اللغه السواحيليه، وانا اجيد اللغه السواحيليه بطلاقه يعني. فساعدني كثير اللغه، معنى اني اكد للعالم ان اللغه ثقافه مهمه تستخدمها في كل مناطق، في كل الدول. واحنا نستهين صحيح احنا نتعلم اللغه، حتى اللغه الهنديه احنا معظم هنود عندنا في دول الخليج، بس ما نبغى نتعلمها، خلي صحيح صحيح ما ضروري ما ضروري. لكن بالعكس، لما تروح الهند بتحتاج هذه اللغه، صحيح حتى في باكستان تحتاج الهندي، مع انه في فرق بسيط بيناتهم، لكن ممكن توصل يعني لاحتياجاتك عندهم. صحيح. وكونك انت طبعا قلت انك دخلت ليبيا اثناء الحرب، وهذا يدل فانما يدل يؤكد مقولتي اللي انا دائما اقولها حق الناس، ان العالم جميل جدا طالما احنا لا نشاهد الاخبار. ففعلا الاخبار دائما يصور لك اشياء يعني جدا خطره في العالم، ولكن لما تروح بالفعل على ارض صح. الواقع تلقى الوضع مختلف تماما. وانا دخلت نيكاراغوا، وكان يسوق لها نيكاراغوا انها في حاله ثوره ضد الرئيس، ودخلت قعدت فيها من اجمل 3 ايام اثناء الرحله، بل اني دخلت افغانستان اثناء رحله طريق الحرير، ويعني ما لقيت المناظر اللي هم نشوفها في الاخبار، بل لقيت ناس طيبين وناس عزمونا على الفطور وناس رحبوا فينا. ففعلا ما شاء العالم الله. جميل جدا اذا انت شفته بعينك، والمثل يقول انك انت ترى الشيء بعينك مره افضل من انك انت تقراه 1000 مره. طيبة وكرم الليبيين بجد، يعني أخوي خالد ما شفتها في أي مكان بصراحة. يعني في دول أفريقية ما شاء الله على الليبيين كرمهم. دخلت ليبيا بتسعة أيام ما كان حامل ولا عملة نقدية ليبية، ما كان عندي إلا صحيح ما طلعت منها. وصلت دخلت الحدود، كان الليل، طلعت. يعني يمكن قصة غريبة، دخلت مصر، لما مصر بهدلوني بهدلة بصراحة يعني، الله يسامحهم. زين اوكي فهذا حاصل مع الكل يعني. اي موضوع أمنية كان، كوني صحيح إني صحيح طالع من مصر رايح لليبيا، وش الهدف من الموضوع يعني؟ مسائل أمنية. المهم أنا قلت بدخل ليبيا. تميت 18 ساعة في حدود مصر، بين مصر وليبيا، وخلوني أدخل ليبيا في الليل. تخيل، واصل ليبيا، المكان حدود مظلم، ما في ليتات ما في أي شيء،
ويطلع لي فجأة واحد عسكري برشاشة ويقول لي أنت من وين رايح؟ قلت له جاي ليبيا. قال زين وش جاي تسوي في ليبيا؟ قلت له جاي سياحة. قال احنا عندنا حرب وانت جاي سياحة، انت مجنون؟ من اي بلد انت، من اي دولة جاي؟ احنا ما عندنا سياحته. قلت له جاي من سلطنة عمان. قال يا مرحبا تفضل روح في الليل. قلت له زين اختم لي على الجواز. قال لي توكل ما عندنا خاتم، ما في حد مداومته، بس روح وتعال بكره ممكن تخدم الجواز اذا تبغى، او لما تخلص من الزياره ارجع من الحدود واطلع. يعني حايلته. لا قال لي تخلي على المكتب هناك، بتحصل المكتب موجود، بتحصل ختم واختم، اذا حصلت حد قول لي اختم لك اياه. فكان الموقف غريب بالنسبه لي كاول مره ادخل دوله، ويعني ما عندهم يعني إدارة الهجرة والجمارك هذا ما يشتغل. الحمد لله ما قصروا، حصلت حد هناك كان موجود وختم لي الجواز وقال لي توكل ودعالي، والحمد لله كان الشباب ما مقصرين، كانوا في استقبالي من الحدود إلين ما طلعت من ليبيا وكملت الحمد لله رحلتي إلى تونس. ممتاز ممتاز. هذا من المواقف يمكن أقولها كانت خطيرة كأول بدايات في خروجه، يعني في مثل ما قلت عالم الراحة. هذه سنة كم هذه؟ كان 2014، لكن يعني بدايتي كان 2000 بدايتي كان في 2009 كبداية الترحال والدراجات لا وهذا اللي السفر. صار اللي صار في ليبيا هذه سنة كم بيعرف ليبيا؟ 2014 يعني هاي في عز الأزمة بين الأقطاب الليبية أصلاً كانوا يحاربون بعض أيامها. وبعدين يعني حتى كان مصر نفس الشيء، الوضع كان ما مستقر، إيه كان في مشاكل، لكن الحمد لله يعني لاحظتهم هم يرحبوا بالعرب. يعني ايه كعماني داخل إلى مصر وليبيا، يعني معظم الدول اللي مريت فيهم الحمد لله كان علاقة طيبة وما كان في هذاك البهدل. يعني موضوع مصر هي موضوع أمني، يعني ما أقدر أقول إن هم حبوا أو تعمدوا على إن هذا يعملوا هذا التصرف، لكن يصير، لأن حتى يبغوا يعرفوا ماهر من وين جاي، من أي منطقة مر خاطب من داخل مصر قبل ما يدخل ليبيا. فأحترم يعني إجراءاتهم. ممتاز ممتاز. ماهر أنت انطلقت في أفريقيا لكن انطلاقتك كانت بشكل متقطع، وذكرت في إحدى المقابلات أن التقطع هذا في الترحال سبب لك بعض المشاكل. قل لنا عن المشاكل، يعني شنو سبب أول شيء تقطع الرحلة وثاني شيء المشاكل؟ تقطع سبب المادة أو ماديا دعم الرحلة. فأنا من أنا معظم رحلاتي أعتمد على نفسي، يعني أرجع لعمان وأشتغل وأجمع مبلغ وبعدين أكمل الرحلة مرة ثانية. ما شاء الله عليك. هذا مكلف كثير الرحلات، وأنت كابتن أدرى بهذا الموضوع. صحيح صحيح يعني صحيح. موضوع تجهيز الدراجة بنفسه صحيح. المعاناة نفس الشيء، ترى نفس المعاناة أنا وأنت قاعدين نتكلم على نفس الألم، الواقع المؤلم يعني. بالفعل، وهذا واحد من أكبر الأسباب. بعدين السبب الثاني ممكن أقول لك إياها، موضوع التأشيرات. في بعض الدول ما تحصل تأشيرة إلين تروح مثلا السعودية أو تروح مصر تستخرج تأشيرة. فتخيل أنك تطلع من عمان إلى السعودية عشان تنتظر التأشيرة، أو أبو ظبي. ف انا رحت متعب. للبنان، انا رحت للبنان عشان اطلع تاشيره تخيل. تاشيره زامبيا، سافرت بالطياره للبنان طلعت تاشيره زامبيا ورجعت مره ثانيه. ايوه، فامور التاشيرات متعب كثير بالنسبه لنا احنا يعني رحاله ببر. يعني بالطياره سهل لانك عندك طيب. تذكره، فلما تطلب التاشيره يقول لك انت عندك حاجز تذكره وحاجز فندق حاجز كل شيء، فاستخراجه سهل. بالنسبة لنا احنا والله جدا صعب. يعني انا بهدلني كثير زامبيا على فكرة، يعني أنا والله 40 يوم تقريبا بس جالس انتظر. يعني لم ما 40 يوم، قبل 40 يوم لا، كان 45 اول شيء، لان انا دخلت ليبيا مرتين. ما ليبيا عفوا، زامبيا. اتكلم عن زامبيا، كان نفس اللي تقول رحت لبنان ورجعت. فانا طلبت اونلاين، ما صار، طرشت حد من اصحابي في زامبيا واستخرج لي التاشيره من هناك، وهو ايضا بهدلوه. ليش تطلب التاشيره ومن هذا يكون، وليش تبغى يدخل الدوله و الى اخره. على العموم قلت لهم من زين، انتظرت
قلت خلني أجرب ودخلت وصلت للحدود بين موزمبيق وزامبيا. تميت 9 أيام يا رجال، شفت الحياة يعني البهدلة اللي تبهدلتها ما صار لي تبهدلتها في كل رحلات. يعني 9 أيام تنام في مكان أول شيء معروف بالثعابين والعقارب، الديدان الخطيرة كلها موجودة في هذاك المكان. أنا يعني وين أنام؟ وهذاك المنطقة بين حدود، يعني حدود بين موزمبيق وزامبيا، ما في كهرباء. لما يوصل المغرب خلاص لو حظك يعني زين. ف اعتقد النت عندك تعبان كابتن. لا لا لا، اوكي تمام، ما في مشكله، قطع فت. فالحمد لله عدى على خير، كملت 9 أيام وحاولت معاهم على الحدود أبغى أدخل وأنا عندي تأشيرة مقدم، قالوا لي ما أعطيناك موافقة لا ترجع لنا مرة ثانية. قلت لهم زين وش تبغوا؟ تبغوا شيء أساعدكم شيء حتى تمشوني؟ قال لي لا انتظر. قلت لهم ترى أنا عايش معه، هذه ما عيشة، ما حتى ما أقدر أخيم أساسا، يعني مستحيل حد يخيم. أكيد طبعا. فقال انتظر. تميت إلى تدخل السفير العماني من جنوب أفريقيا وخاطب الحكومة وحتى يسهلوا الإجراءات. قالوا لي إنزين لازم تطلب تأشيرة ثانية في الحدود، يعني دفعت تأشيرتين تخيل في حال دخول زامبيا. أنا أشوف زامبيا. تفضل كمل. تفضل تفضل. لا لا كمل، ما في مشكلة، ما كمل بعدك. فزامبيا كان من أصعب الدول لاستخراج التأشيرة. صحيح صحيح. بشكل عام يعني لجميع دول الخليج يعني. زامبيا أنا بالنسبة لي طبعا أخروني 3 شهور، وكانوا عارفين يبون يعرفون بالتفصيل ليش أنا داخل، وهل أنا راح أروح زيمبابوي ولا لا. أيوة. لكن زامبيا أمرها هين، لكن ناميبيا هي اللي كانت صعبة. ناميبيا كانت أصعب من أي دولة في العالم، لأن ناميبيا قالوا لي نبي نعرف رقم الشارع اللي راح تمشي عليه. لا يعني إله مب... إلا الله. إيه يعني قلت لهم أنا إيش عرفني، أنا واحد رحالة، يمكن أمشي على صحراء، يمكن أمشي أضيع الطريق. فللأسف أيوة. طلعوا لي إقامة من تنزانيا، طلعوا لي إقامة في تنزانيا سفارة قطر، وعلى هالإقامة قدمت على تأشيرة عبور 11 يوم في ناميبيا. ففعلا ناميبيا كانت فعلا صعبة جدا. سبحان الله. يعني بصراحة أنا أخذت تأشيرة ناميبيا خلال يوم واحد. ناميبيا إيه من أي بلد طلعتها؟ طلعتها من جنوب أفريقيا. لا أنا ما رضي يطلعون لي إياها من جنوب أفريقيا، قالوا لي حاولت مع السفير اللي هناك، قال لي لازم إيه تروح العاصمة، تروح بريتوريا، تروح العاصمة بنفسك إيه وتطلع. بريتوريا. إيه قلت له ما أقدر، فرحت طلعتها من تنزانيا. وممكن تقول ان التأشيرة الصعبة ايضا مع الانغولا. لا انغولا ما اعرف انغولا الصراحة، عند بس انغولا عندهم مشكلة في استخراج التأشيرة. حتى حد من رحالة السعودي حسين الحلواني حاول على ان يستخرج تأشيرة انغولا وتبهدل فيها كثير يعني، تعبوها. تعبوا كثير. بس انا الحمد لله حاولت، انا لان انا اشوف لما بدات الرحلات مالي اخاطب وزاره الخارجيه واستفيد منهم انهم هم يعطوني رسائل تزكيه. هذا رسائل تزكيه اقدمها للسفارات حتى ادخل لاي دوله اقدم تاشيره، اقدم مع الرساله هذا حتى يسهلوا لي مواضيعي. يمكن الرساله هذا ما فادني كان في اثيوبيا. والله من المواقف اللي انصدمت فيها انا داخل اثيوبيا السودان، قدمت تاشيره رحت سفاره اثيوبيا في السودان في الخرطوم، طلبت منهم التاشيره. قالوا لي ماهر انت ليش جاي تطلب تاشيره؟ قلت لهم باغي ادخل اثيوبيا. زين قال بس احنا ما عندنا سفاره اثيوبيه في عمان. قلت لهم زين انا وش اسوي تو، وش وين المشكله يعني؟ قال احنا ما راح نعطيك تاشيره، بس ما نعطيك تأشيرة. ليش؟ لأن احنا ما عندنا سفارة في عمان. قال لي يعني القنصل هذا ترى، قالت لي روح لأبو ظبي واستخرج تأشيرة هناك، أقرب سفارة اثيوبيا في الخليج هي أبو ظبي لعمان يعني. أبو ظبي صحيح.
ايه قلت ليش كل هذا؟ انا عندي رساله، قال لي انا ما اريد اقرا اي رساله، لا توكل وروح، روح لا ترجع مره ثانيه. وانا طالع نادتني مره ثانيه، قالت لي لا تحاول تطلع اقامه في السودان، اه يعني اذا عارفين جيت الحركة وطلعت يعني. اقامه، اي اذا طلعت ايه اقامه تحصل تاشيره. قال لي اذا طلعت اقامه ترى ما بتحصل بعد. قلت له من زين. فالحمد لله، اول سبحان الله انا ما كنت متوقع. فاساسا كان في خطاب او برقيه بين يعني السفاره القائم باعمال السفاره العمانيه في اثيوبيا اللي هو السفاره القطريه، خاطبوهم يعني خارجيه عمان خاطبوا خارجيه قطر، في تواصل بيننا، فاتصلوا فيني من السفاره القطريه في اديس ابابا في نفس الوقت وانا طالع من السفاره الاثيوبيه. يعني ما اعرف ايش كيف عرفوا الموضوع ولا خير كانوا خير متابعيني خير ولا خيرة. فسبحان الله اتصل فيني وقال ماهر كيف امورك؟ سمعت انك باغي تدخل اثيوبيا، فمتى ناوي تدخل اثيوبيا؟ خلصت اجراءاتك؟ قلت لهم صار لي 1 2 3 مع. قال نزل لحظات، اتصل السفير في سفير في وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية، فعلى اساس يكمل لي الاجراءات. خلصوا وخاطبوا السفير الاثيوبي في وين؟ في اديس ابابا في الخرطوم، السودان. في عماني راح نبات تستخرجوا له التاشيره علشان يدخل اثيوبيا. السفير ما عنده مشكله، السفير اللي عليه انه يخاطب القنصل. خلاص خاطبوا القنصل، القنصل وافقت يعني. اتصلوا فين القطريه السفاره القطريه على اساس ماهر روح كمل اجراءاتك. رحت وكملت اجراءات، دخلت السفاره وشفت القنصل هذه، قلت لها انا طلبوا مني اني احضر اتقدم لتاشيره اثيوبيا. قالت لي انت رجعت مره ثانيه، وانا قلت لك انا خبروني السفير قال لي في واحد عماني يبغى يستخرج تاشيره، طلعت انت مره ثانيه قلت لك لا ترجع بهذا الاسلوب خاطبتني هذه. يعني انا انصدمت صراحه، يعني حتى ما معنى ان ما احب تحدث شو يسموه تطيع كلام سفير. ف اتصلت في السفاره القطريه في اديس ابابا وخبرتهم بالسالفه، قالوا لي لحظات بس، بعد تقريبا 10 دقائق قالوا لي بنرسل لك رساله خطاب على الواتساب مالك وشيل الخطاب مباشره للحدود. شليت دايركت. الخطاب رحت على طول دارك للحدود على طول، ولما وصلت للحدود وريتهم الخطاب هذا على الواتساب وقروه، وقعد خاطب بعض هناك في الوزارة في أديس أبابا قالوا لي تفضل بدون نقاش. زين والله زين. والميزة ويش؟ أن أساسا أنا دخولي مفتوح، يعني أقدر أجلس سنين في اه أثيوبيا، يعني يعني ما محدد للأبد يعني. ايه ما محدد يعني اني متى اطلع متى ادخل. كان فوقت قعدت لك خروجي 3 شهور. ايه لا كان صعب علي، لان ما بصراحه ما قصر السفير القطري في اديس ابابا، يعني شلني على راسه بجد، يعني هذا الشيء يعني اشكره جزيل الشكر. يعني بصراحه يعني ممكن اقول لك دعم كامل في تواجدي اثناء تواجدي في اثيوبيا كان من السفاره قطرية، يعني بشكل عام أقول لك يا حكومة قطر يعني جزاهم الله خير. نوجه لسعادة السفير، يعني يمكن في يوم من الأيام يكون يشوف المقابلة هذه. يعني تحية كبيرة منا كلنا، من إحنا كمغامرين، على رأسنا طبعا أخونا ماهر. ما قصر بصراحة، يعني أنا شيء اللي أنا شفت الدمعة في عين السفير وأنا رايح، وهذا كان حزين جدا. ليش ما يبغاني أروح؟ يبغاني ايه ما اظل شاء الله. هناك، يعني خلى وفر لي فندق يعني افخم الفنادق. اخر شيء انا طلبت اني اطلع من فندق قال لي تعال عند البيت، ايه يعني هو وش ما اقول لك قصر، من كذا، ما قال لي لا قصر ما تطلع. شاء كان الله. عندي مشكلة في موضوع المساعدات، والحمد لله ايضا جاء القطع غيار من قطر ايضا، يعني واحد من الرحالين خالد الجابر ما قصر.
بس اليوم على طول يعني انا كنت ابي احس نفسي معاك في الرحله عشان كذي يعني عشان كذي ما قصرت والله في هذا الموضوع بالعكس انت رسلت يعني رسلت لي القطع هذا اللي كان فعلا محتاج لها وسخت الدراجه من غير مساعدات تقريبا حوالي 700 كيلو او 600 كيلو بدون مساعدات اماميه تخيل كيف تسوق يعني نفس واحد يسوق السيكل ولا ايش يسموه ايش العجله تقولون صح صح اي صح التاير البايسكل المهم وصلت الحمد لله وانتم البركه فيكم ما قصرت والله بالعكس الى طلعت من الين ما طلعت من اثيوبيا وبعدين الحمد لله قدرت اني اكل الى كينيا وباقي الدول طبعا مشوار طويل يعني كملت في 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 أشياء تفضل في سؤال عميق سألتنا يا فاطمة من قطر يقولك كيف تقدر توصف لنا صمت الطريق في الرحلات والله أنا أقول لك ما أحس بالصمت نهائيا جد أنا أستمتع لما أسوق شنو لما تسوق شو تفكر يعني هل تخطط حياتك هل شنو الاشياء لا. اللي تجيك لما انت تسوق الدراجه ما خطط للخطوه اللي بعدها انا عندي بلان اللي اوصل مثلا بسوق اليوم 400 كيلو ولا 300 كيلو خلاص انا اتامل الطريق واصور كثير واوقف وارتاح يعني ممكن اقول لك اسوق 100 كيلو متر فرضا ياخذ معي الى 4 ساعات ما شاء الله يعني تاخذ راحتك اخذ راحتي يمكن هذا هو واحد من الاسباب اني ليش احب اسافر لوحدي اريد اخذ راحتي في الطريق اريد اوقف يعني ممكن اوقف المحطات واجلس مع اللي يعبي البترول والعامل اللي هناك الموظف اخذ معلومات من عنده هو اللي يفيدني يعني ممكن من استفدت من هذا الموقف لما كنت في هنغاريا في طريقين واحد الطريق الرئيسي اللي هي يعني افضل طريق والطريق الثاني اللي هي تعبان زراعي ما حد يستخدم زراعي مثل الزراعي الصحراوي اللي في مصر فجلست معه واسولف اقول لي ماهر انت يعني تعرفنا على بعض يقول لي لا تاخذ هذا الطريق الزين الشارع العام قلت له ليش هذا اسرع واسهل كبير يعني مزدوج قال لي لا ما راح تشوف شيء قال لي هذا اخطر طريق معقولة؟ هنا قطاع طرق ايوه قلت له انا ما صدقته بصراحه قلت هذا الشخص اكيد يعني يبغى يبهدلني ياخذني الطريق الثاني الخطير اساسا خلصت مع الموظف هناك جلست مع شخص ثاني وثالث يمكن 4 اشخاص كلهم 4 اشخاص ما موظفين كانوا بس مجرد يعني يعبوا بترول واسولف مع اي حد في المحطه قالوا لي كلهم هذا الطريق اذا بالدراجه ما بتكمل يا بيقتلوك او بيسرقوا شيء منك خذ الطريق فعلا اخذت الطريق الثاني يعني صدقت يعني 4 اشخاص اضطريت اصدق يعني خذ الطريق الثاني كان صعب مطبات بط في الطريق الحيوانات يعني العربات هذا مع عزكم الابقار الين عديت المنطقه والحمد لله حصلت مكان ونمت فيه وبسعر جدا رخيص يعني 4 ريالات عماني يعني في اشياء حلوه وفعلا المنطقه كان اجمل من الشارع العام هذا الشيء ذكرني يعني كله خضر اي ذكرني في جنوب افريقيا الطريق السريع اللي هو الN2 اعتقد او الN9 شيء كذي N2 نفس الشيء قالوا لي لا تروح عليه لان في ناس من فوق الجسور ممكن يرمون عليك طابوق او يرمون عليك شيء فكنت دائما اتجنب الطرق السريعه دائما تلقاني من الطرق الصغيره هذه خصوصا من ضواحي كيب تاون وضواحي المناطق الشماليه يعني كنت اتجنب اخذ الطرق السريعه لهذا السبب يعني يمكن خدتها مره كنت مضيع يعني لا انا استبعد الطرقات العامه دائما جميع رحلات ما اريد امر هذه الطرقات طبعا انا رايح مستقيمه يمكن كابتن خالد انت وضعك عندك ليميت يعني اذا تطلع رحله تعرف ان عندي بالضبط 60 يوم فرضا يعني انك لازم ترجع
وضع ماهر يختلف. انا عندي الحمد لله هذا شيء حلو في ان الرحله مفتوحه، ما عندي مو مرتبط ديد تايم. بحجوزات ولا مرتبط بتاريخ لا ووقت معين. حلو، هذا احلى شيء. هذا يعني نهائيا. هذه المفروض يحسدونك الرحالة عليها، يعني ما شاء الله عليك. الحمد لله، فهذا اللي ساعدني ان ادخل في الطرقات الحلوه واماكن جدا جدا جميله. اذا نتكلم عن المنطقه اللي تقول عنها في جنوب افريقيا، اللي هي في منطقه او شارع اسمه جاردن روت، الجاردن روت، هذا من اجمل الطرقات اللي مريت فيهم. الجاردن روت يعني انا حاولت معاك حتى تدخل، لما كان مفترض احنا نلتقي، سبحان الله يعني ما صار، للاسف قدر الله ما للاسف شاء فعل. انا لاني كنت كنا مرتبط بعيدين لازم عن اعرف. بعض ب 2000 كيلو. ايه صحيح، 2000 كيلو بعيدين عن بعض كنا، فانا كنت في داربن وانت كنت في كيب تاون يعني. يلا فانا الجايات مريت ان شاء اخذت الله. الطريق الساحلي، ان شاء الله اخذت الطريق الساحلي كامل الين ما وصلت الى كيب تاون. يا رجال عندي فيديوهات، ودخلت هايكينج يعني هذا الاماكن اللي فيه، تعرف اللي هي الهوستلز، لما تنام في هوستل 3 4 ريالات، اسعار جدا رخيصه بالنسبه لي، انا اشوفها مناسبه. طبعا طبعا تطبخ وحدك وكل شيء على حساب من جيبك، حلو يعني انت عليك انك تحصل مكان تحط راسك فيه وبس، بدل ما وسواحل تفتح الجنوب، خيمه في المطعم. صح، وسواحل جنوب افريقيا من الاجمل في العالم طبعا، هي مطلع على المحيطين الهندي ايوه والاطلسي، يعني على حسب وجهتك. في الاخت فاطمه تسال اذا في رحله سويتها وندمت عليها. والله ما في رحلة يمكن كنت حاب أن أتحفظ هذا الموضوع، لكن كان رحلة سريعة، كانت أول رحلة كبداية إلى أوروبا، وفعلا ندمت أني أنا طلعت هذه الرحلة، كانت مكلفة كثير بالنسبة لي كأول رحلة في 2013. ما كنت متوقع ان الرحله ان اطلع من عمان الى المانيا خلال 21 يوم. ما شاء الله ما شاء الله، كانت متعبه جدا، وما استمتعت اني ما شفت المناظر اللي كنت اتمنى كل اني على اشوفها. الشارع هو كان. ايه كان رحله عسكريه، فهذا الرحله اللي ندمت فيه، وحبيت اني اعوض الرحله في كان في 2014. فعلا عوضت الرحله مره ثانيه في 2014، وتميت 3 شهور في اوروبا، ممتاز مرورا ممتاز بشمال افريقيا اللي هي مصر وليبيا وتونس، ممتاز. طيب وبعدين رجعت لعمان. طيب طيب نرجعك مرة ثانية أفريقيا. هلا. مثل ما هو معروف أن في تواجد عماني، وفي الانفلونس أو التأثير العماني الكبير على أفريقيا الحضارة العمانية أو الحضارة طبعا، وبالتحديد في مناطق الشرق الأفريقي. وأثناء تواجدك في قرية نزيجة التنزانية، زيجا نزيجة، قابلت عائلات عمانية أو من أصول عمانية. كيف كان بالضبط. شعورك، وكيف كان حنينهم للوطن، إذا كانوا فعلا ما زالوا يظنون أن يعتبرون عمان كوطن يعني؟ أولا أحب أن أوجه شكر خاص لقناة الجزيرة على ممكن أقول لك الفيديو أو البث اللي بثوه قبل أسبوع، بيتكلم عن سلاطين عمان في شرق أفريقيا، فكان التغطية جدا مهمة بالنسبة لنا، بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي المتابعين. أكيد. ما كنا نعرف في أمور كان مخفية حتى عني أنا. لما دخلت لتنزانيا، أنا طبعا شرق أفريقيا نتكلم عن كينيا وغاندا رواندا بوروندي وتنزانيا، عمانيين متواجدين، حتى جزر القمر وصوماليا موجودين، كانوا متواجدين في المناطق، صحيح. وبعض من مناطق موزمبيق. منطقة نزيجا اللي تتكلم عنها فعلا كان في يعني العمانيين وحتى من أهلي أساسا يعني متواجدين كانوا هناك، وتوفوا في ذاك المكان، وإحنا ما كنا نعرف عنهم، يعني حتى يمكن والدي ما يعرف عنهم يعني. ما راحوا زاروا هذيك المنطقة، مجرد طال لما راحوا لهذاك المكان وتركوا بصمتهم هناك وهاجروا. فاللي بقوا هناك اللي هم أطفال كانوا صغار، لما كبروا بنوا القرية هذاك، وكبرت القرية صارت مكان حلو، وتوفوا فيها في هذاك المكان. ف
فلما انصدمت ان في بروانيين موجودين او قبيله ايه البرواني موجودين ما شاء في الله. هذيك المنطقه، ايه يعني شيء صدمني بالنسبه لي. وين احنا كعمانيين ما نعرف عن تواجد العمانيين في بعض المناطق اللي هي في الريف. انا نسمع عن العمانيين متواجدين في شرق افريقيا، لكن ما كلهم يعرفوا عن مناطق اللي يتواجدوا. فالحمد لله كان بداية أني أكشف للعالم تواجد العمانيين في قرى قديمة. يعني يمكن البث يكون أكثر شيء في القرى الحديثة، دار السلام وموشي مثلا، في دودوما شيء بعضهم العمانيين، هذا كلهم يعتبر من العواصم الكبيرة، لكن القرى قليل ما يوصل التلفزيون هناك، وحتى السياحة ما حد يوصل. لما وصلت في منطقة ثانية أيضا دخلتها في اسمه ماسكاتي فيسي في لهومبو، منطقة لهومبو شينيانغا، ولاية شينيانغا. المصطلحات لما تروح مرة ثانية يبالي نروح مع بعض. لازم زين، طبعا. فوصلت لمنطقة نائية بعيدة، حتى صعب انك توصلها بالدراجة، يعني تغريز يعني الطريق مش مريح للدراجة. على العموم وصلت لهذاك المكان، حصلت النخيل والمنطقة كلها، يعني التشكيلة العمانية كلها موجودة في البناء، المباني والنخيل اللبس والستايلات هناك. ما زال يلبس اللبس العماني؟ لا لا للأسف، لا اللبس العماني ما زال يلبسه، كل عماني تحصلهم ما زالوا متمسكين بلبسهم التقليدي. فأنا لما دخلت هذه المنطقة شافني واحد من الأفارقة، قال لي ماهر أتمنى منك طلب. قلت له تفضل. قال لي أريدك ترجع لهذا المكان مرة ثانية. قلت له ليش؟ قال لي آخر عماني طلع من هذا المنطقة في 1992، العماني الأخير اللي طلع. قلت له زين، ليش تبغاهم يرجعوا؟ هنا موجودين قريب، يعني حوالي 50 كيلو في بعضهم عماني. قال لا، قال احنا كنا عايشين في نعمة، كان عندنا كل شيء، أيام العيد عندنا ملابس جديد لأولادنا، عندنا التمر، عندنا أكل، يعني مرتاحين لأبعد حدود. وللأسف تو ما نقدر، ما نحصل لذاك العيش اللي كنا عايشينها قبل. فوالله حزنت، يعني ما أقدر أرد عليه أقول له خلاص ممكن نجيبهم، لأن خلاص العمانيين بدأوا يطلع من القرى يدخلوا للعواصم الكبيرة والمدن الكبيرة. يعني المدن الكبيرة. ايه يعني في مواقف كثيرة محسنة بعد نفس الشيء. ايه يلا تمام. هو حلو انك انت تعيش هذه التجربة وتشوفها وتنقلها لنا احنا، وكثير من الناس ما يعرفون. يعني من كم يوم انا صدمت احد الاصدقاء لما قلت له ان الاسطول البحري العماني كان مسيطر على كل شرق افريقيا، وكلها بالفعل حضارات، يعني مو بشيء بسيط. يعني كان مثل ما تقول إمبراطورية، هي كانت إمبراطورية يعني، فشيء كبير. وللأسف بالفعل. في ناس كثير ما كانوا عارفين عنها يعني. وكثير من الناس يعني ما يعرف ان او يعرف ان عمان احتلت إيه دول، لكن هذا المعلومة خاطئة. لا، عمان هي ما مش احتلت احتلال، دول. هي مش عمان احتلال، عمان مثلا بقول لك تنزانيا طلبت من عمان ان إيه تعالوا وطلعوا البرتغاليين من صحيح تنزانيا. صحيح مظبوط. كان يعني راى اللي كان يعتبر مناشده من تنزانيا العمانيين حتى يجي يطلع البرتغال. فلما طلعوا العمانيين كان عندهم اسطول بحري قوي، فلما طلعوهم البرتغاليين، هزموا البرتغاليين وطلعوا من شرق افريقيا، رحبوا فيهم الافارقه العمانيين وعاشوا في وكونوا الامبراطوريه العمانيه، وبدت الامبراطوريه العمانيه في شرق افريقيا. فهذه المعلومه انه ما ايه احتلت او صح. لا، يعني هي ما ها كانت يعني لا. خاطئة. ففي ناس يقولوا هذا المعلومه انه، لكن المعلومه فعلا ايه كانت خاطئه. لما ترجع صحيح. للتاريخ والباحثين المؤرخين راح ياخذ المعلومه الصحيحه. يعني بل احنا الحمد يعني لله. انا سمعت حتى تفضل. في قصص صارت ان صار يعني كانوا متعايشين في سلام حتى تقريبا الستينات. صارت بعض النزاعات من السكان المحليين، 63 فصار مثل ما تقول ك انقلاب يعني عسكري. انقلاب عسكري، وحاولوا يطردونهم من قراهم. وكان انا شفت صراحة بالفعل قصص مؤلمة يعني من الأشياء اللي صارت يعني.
أنا والدي كان عنده تجربة مع الانقلاب، يعني والدي ووالدتي ترى من مواليد زنجبار، فعاشوا الانقلاب إلى ما جيوا لعمان مرة ثانية، لكن وصولنا إحنا يعني جدي ومواليد كلهم عمانيين، فراحوا أيام اللي هو التجارة تجارة. قرنفل، فعد زوجوا هناك وعد عاشوا هناك، الله. الوالد والوالدة تزوجوا هناك فرجعوا لعمان، وبعدين احنا تولدنا في عمان. اي ما شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله. آمين يا رب. احنا نعرف ان ماهر يحب الاعمال التطوعيه، ومرات كثير يتسلى بالتطوع اثناء الترحال. قول لنا عن الاعمال التطوعيه اللي شاركت فيها، اذا عندك شيء تبي تنقله لنا يعني. هو شوف، في أعمال كثيرة لكن المفترض أني ما أذكرها، يعني يمكن بذكر واحد اللي كان هو فيه انا عشان حتى كذا قلت لك اذا تقدر تقولها يعني. يمكن الأعمال التطوعية اللي هي كان إفطار صائم دار الأيتام في تنزانيا، كان واد، وكان أيضا في عمل تطوعي لأني أساهم في بمبالغ يعني للناس اللي محتاجين يعني. ممتاز. يمكن اللي اشتهر اكثر شيء موضوع دار الايتام في ايتام. تنزانيا، افطار دار الايتام في تنزانيا، كان هذا كنت اتمنى انه يوصل صوتي للجمعيات الخيريه، فلما سويت هذه الحركه حتى بغيت اوصل لهم الرساله انكم ساهموا في هذا دار الايتام، وطبعا اللي يدير الدار هذا عمانيين، فمحتاجين مبالغ حتى نشوفهم هذول الأطفال ويكبروا ويدرسوا، حتى ما لا يطلعوا بكرة يكونوا عصابات أو يكونوا منتجين للدولة. فاهم عليك. الغرض ان انا ذكرت هذا الموضوع علشان ابين للمتابعين ان ترى الرحاله مو مجرد واحد قاعد يتمشى تمشايه، الرحاله عنده رساله وعنده مرات هدف خيري ويقوم فيه، وهدف نبيل ورساله ساميه. فللاسف في كثير من الناس يقول لك والله انت قاعد تضيع وقتك، وانت واحد ما عندك سالفه، وانت ايش حادك يا ريال اقعد، وهالكلام يتوجه لي انا كثير. فمهم جدا انا اذكر الجانب الخيري، لان الناس عشان يعرفون ان ترى الرحاله مو مجرد واحد قاعد يضيع وقته، بعد بالاضافه ان السفر اكاديميه وتعليم، بالاضافه الى ذلك ترى الريال قاعد يقوم باعمال خيريه انتم ما قاعدين تسوونها ولا فكرتوا فيها يعني. فهذا بالفعل السبب، صح. السبب اللي انا ذكرت هذا السؤال، وانا عارف انه يمكن انت ما تحب تجاوب ولا تحب تقول هاي الشيء على اساس ما يتحول الى استعراض او مجاهره، ولكن المهم ان الناس يعرفون الاشياء الطيبه اللي فيه ماهر بعد. فعلا في كثير من الناس اللي انتقدوا هذا النوع من الترحال، وفي غيرهم يقول اللي أساسا يعني يحبطوك، اللي بعضهم يتكلم أن هذا عنده فلوس ويعني راح يستمتع وغيره كلام كثير. إذا صحيح. كان عندي فلوس أساسا ما برتحل عن طريق البر، برتحل عن طريق الجو وأخذ طبعا 5 ستار فنادق يعني بزنس فخمة، كلاس. مثل ما ايوه يصير والله مع صح. البقية. في بعض الرحالة فعلا يرتحلوا عندهم إمكانياتهم، فترحالهم يختلف عنا، كله على 5 ستار ورفاهية يعني سيارة من مطار إلى الفندق وغيره، لكن هل هذا الرحال اللي ارتحل أو اللي ممكن نقول سمى نفسه رحال ارتحل واستفاد من الرحلة هذا ولا لا؟ شاف القرى الصغيرة والنائية وعاش معاهم، تبهدل معاهم، أكل لأكلهم، شاف الطبخ أكل الطبخ يعني لحظة اللي هم الطبخ ياكلون. أكلهم مستحيل تاكلها، صحيح مستحيل صحيح. تاكلها. يعني هذا انا ما هذا انا انا ما انا تفضل تفضل كمل. انا انا ما انا ما عندي ما ما يعجبني هذا النوع من الرحلات اللي هي بالطياره، لان اشوف ما اشوف اي شيء قدامي، ما استفيد شيء، لكن انا عندي رساله ساميه ابغى ابين للعالم ان في ناس او في عرب، نتكلم عن العرب، يحبوا يعيشوا مع المجتمع الفقيره ونساعدهم ولو كان باقتراح، تبتسم لهم. أنا مريت بموقف مواقف كثيرة، وكذا ما من شخص أقصد، يعني كثير من الناس اللي تكلم عن هذا النقطة وقالوا لي ماهر أنت غريب ليش تجلس معانا؟ قلت له ليش؟ قال لي إحنا نشوف الأوروبيين لما يمروا عندنا هنا
بس ما يبغوا مرور. يتكلموا حتى معانا نهائيا. يعني الانجليز هم يقولوا وزونجو يقول له يمروا هنا ما يبغوا يتكلموا معانا ولا حتى يعطونا وجه، يتعشوا بياكلوا شيء وهم رايحين. لكن انت تجلس وتسولف ويعني تاخذ وقتك معانا، يعني قلت له احنا مختلفين، احنا عرب غير عن الـ عن الـ عن الاجانب، فما صحيح تاخذ الكل نفس الشيء، صحيح. فاحنا نحب نحتك بالمجتمع المحلي، نجلس معاهم. فكان هذا فرصه بالنسبه لي اني احتك مع المجتمع المحلي واتعرف على تقاليدهم واسلوب العيش عندهم. ممتاز. يعني لما اجي اقارنها بالدول العربيه وبعمان مثلا، اقول فعلا احنا عايشين في نعمه وما نعرف عن النعم اللي احنا عايشينها. طبعا طبعا، ما راح تحس فيها الا لما تفقدها. بالفعل هذا كلامك ذكرني في كلام رحالة أو مغامر سوري، أيهم محرز، قابلته قبل كم أسبوع. أيهم قال إحنا كنا نصعد جبل من الجبال وتعبانين بالأيام وضرب المطرقة ومسامير وكذا كذا، لما وصلنا القمة لقينا باص جاي على شارع، نزل ناس لابسين جاكيتات ومغامرين يصورون أنهم واصلين القمة. زين. فيقول يعني شوف الفرق، وتلقاهم هم المشاهير هذول اللي عنده 7 ملايين متابع يمكن. ايه، ففعلا مجرد للمتابع، يعني يبغى هو يحصل متابعين انه هو انجز. لكن لما تجلس معاه وتعمل لقاء او حوار وتدخل في التفاصيل، ما بيكون عنده اي ماده حتى يتكلم عنه اساسا، يعني هو ما طيب حاس في شيء، حتى ما عنده صور، ما عنده فيديوهات. جلس، انا عندي لقاءات مع شياب وناس كبار في السن، يعني هذا جلست معاهم، شيء حلو. ايه فعندي اشياء. بعدني انا اساسا ما روجت عن نفسي، فعلا في فيديوهات كثيره من 2018 الى اليوم ما نزلتهم. يعني يمكن ممتاز. مقصر في هذه النقطه، اني يعني ما اعرف ايش اللي صار فيني، اني ما احب اني اتكلم بشكل واضح او انشر فيديوهاتي صوري بسرعه. ما من النوع اللي يدور على الشهره، اي صح، يعني لاحظت انا متابعين في هالشيء. الانستغرام، عندي متابعين في ايه الانستغرام يعني ينتقدوني، ماهر انت ما جالس تنزل شيء. وصلت الى وصلت بس لانك رحاله حقيقي، مش مدون، مش موثق. انت رحاله، انت بالفعل تسافر من اجل الترحال، مش من اجل انك الشهرة. تستعرض يعني. والكثير، وهذا الكلام انا اقوله في كل لايف، ان الكثير من الرحاله العرب للاسف يتحول الى موثق، يهمه شنو بيشوفون المتابعين اليوم، بالفعل صح. يشل معاه كاميراته وايراته، فيضيع فرص كثيره على عمره يعني، للاسف يعني. بالرغم من شهرتهم يعني، الا انهم كثير قاعدين يستهلكون من وقتهم لمتابعينهم. أنا من ناحية لقب الرحالة، أنا ما لقبت نفسي رحال، في ناس هم اللي لقبوني، طبعا لكن أنا طبعا، لما تسألني من أنت، أنا أقول ماهر البرواني فقط. تحب الانسان. تلقبني رحال مغامر، هذا شيء راجع لك. لكن تحصل في رحالة، في شباب يعني توهم طالعين وعلى طول بدأ يسمي نفسه رحال، كون أنه لف ثلاث أربع دول سمى نفسه رحال. فأنت في هذه الحالة جالس تأثر فيني، يعني فينا احنا اللي احنا نسوي انجاز وما حد يعرف. انت عندك سوشيال ميديا قوي، من النوع صحيح. اللي تحب تشهر نفسك فتسمي نفسك رحال، لكن هل انت فعلا انت رحال؟ عشت عيشة الرحالة والمغامرين اللي فعلا تبهدلوا، يعني البهدلة اللي احنا تبهدلنا، انا يوصل في احيانا اني ما احصل اكل اتعشى في الليل، ايه صح. اكل تمر واشرب الماي، هذا هو عشائي بس. يعني في لا رمضان كنت في تركيا، ما كان عندي شيء في حال السحور، الله يعينك. وش اللي فكان في الشق في الهوستل اللي سكنت فيه، كان فيه تفاح، واحد جاب لي اعطاني تفاح، وكان عندي بسكوت وشربت ماي، درست بطني ماي وكملت يومي. كنت صايم طب في الرحله واصوم في الرحلات، ايه ما شاء الله. فكنت اعيش يعني حياه عاديه، يعني ما انا فاذا كنت مسافر يعني ما اصوم، لا كنت اصوم وكنت استمتع، الوقت يمضي بسرعة وناس يعني. زين، حلو ما شاء الله عليك. نستعرض بعض الأسئلة اللي موجودة، الناس قاعد يسألون أسئلة. فعندنا الرحالة العماني حارث، طبعا قابلناه من كم أسبوع ما شاء الله عليه، بعد لف أفريقيا ولف بعض الدول، لا لف بعض دول أوروبا طبعا. وحارث طبعا استمتعنا معاه في مقابلة جميلة. يسأل سؤال، أجمل مكان كان مثير ومدهش وتفكر ترجع له
في أفريقيا من غير دول شمال أفريقيا؟ جزيرة زنجبار إيش معنى؟ اللي ما راح جزيرة زنجبار ما يعرفها. في ناس راحوا جزيرة زنجبار وتموا في منطقة فرضاني أو في وسط المدينة وشافوا الزحمة وتكدس الناس هناك فكرهوها زنجبار. لكن زنجبار اطلع فيها في المناطق الساحلية عند الشواطئ، هي صغيرة زنجبار لكن فيها مناطق جدا حلوة، فيها تاريخ، فيها معالم تاريخية وتراث موجود هناك، تراث العرب موجودين، خلي عن العمانيين. فأتوقع زنجبار في نظري يعني كأفضل منطقة أني أتمنى أرجع لها مرة ثانية، والمنطقة الثانية أو دولة ثانية اللي هي جنوب أفريقيا. أنا للأسف زنجبار راحت علي، مع إني كنت حاجز العبارة وأروح، لكن راحت علي بسبب تأشيرة ناميبيا، الله يسامحهم، الله يسامح ناميبيا. فقعدت للأسف قعدت في دار السلام 5 أيام أنتظر تأشيرة ناميبيا. فللأسف راحت علي العبارة وقعدت في دار السلام. لكن إن شاء الله إذا بتروح أنا بروح معاك إن شاء الله. تشريف تشريف. واتمنى، انا حاولت كثير من الشباب انهم يروحوا لزنجبار بس للاسف ما حابين يدخلوها لان موضوع العباره ولازم تدفع بالعكس، احلى شيء لما تتلته في الرحلات، تتلته كذي تتعب تتبهدل. وبيروقراطيه ايه واوراق وختم، وهذا احلى شيء في الرحله. هذا في بالفعل صح. الاختريم تسال عن العائلات العمانيه اللي تعرفت عليهم في افريقيا، هل منهم حابين يرجعون عمان وهل سهل هذا الشيء؟ كثير كثير من العمانيين اللي التقيت معاهم في شرق أفريقيا وحابينهم يرجعوا، لكن مثل ما نعرف في إجراءات وهذا الإجراءات راح يطول ويطول أساساً، أنك ممكن يستخرج الجواز ويرجعوا لعمان، وفي بعضهم ما مستوفي للشروط، لكن كثير منهم، وفي البعض اللي قدر أن يرجع لعمان بعد الفيديوهات اللي انتشر مني، في ما البعض شاء الله حصلوا جواز. ما شاء الله ما شاء الله. فحصل الجواز، يعني كل واحد نصيبه يعني. طيب احنا دائما كرحالة نقول نشيل اقل قدر ممكن من الملابس، يعني بالحبة، تيشيرت واحد، قميص واحد. ففاطمة تسأل شنو لازم يكون في حقيبة سفرك من الأشياء الأساسية جدا يعني؟ بالنسبة لي أول شيء ضروري يكون عندك التمر والسجادة، هذا دائما عندي، لأن معظم الدول اللي أنت تمر فيها ما تحصل مكان تصلي، يعني ممكن تحصل ماي توضأ لكن مكان تصلي صعب. بالنسبة لي أخذ اللبس الضرورية اللي أحتاجهم، وشيء ثاني إذا احتجت أي شيء ثاني أفضل إني أشتري من الدولة، حلو ما راح يغلبني هذا الشيء، لان انا دائما باخذ مثلا جاكيت للبرد. الجاكيت ما اقل عن 3 كيلو وزنه، ترى الجرام واحد ثقيل. يأثر على الدراجة، الجرام طبعا 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 فاقل لك يعني 3 كيلو ماخذ جاكيت داخل شنطة اساسا ما راح تحتاجه الا لما توصل بعد 5 دولة مثلا يعني. زين انا ليش اخذه من عمان؟ خلني اروح اوصل للدولة اللي فيها الجو بارد واشتري من عندهم، ما راح حلو يكلفني كثير، تقريبا ممتاز نفس السعر. لما تاخذ ترتيب اللبس داخل الشنطه متعب، فانا بالنسبه لي افضل اني اخذ 3 4 تشرات، و يعني يكون نفس الستايل، يعني نفس اللوجو فيها وستايل واحد، يكون ممكن يختلف الالوان، وما اخذ معايا جنزين اللي هو اللي هو ضروري، يعني جنز واحد لكن الثاني الشورت طبعا السباحة وغيره. فأفضل أن يكون مثل بنطلون واحد، جنز واحد، هو 4 تشرات، وعندي اللبس الداخلي يمكن ثلاثة، فيكف أنك أنت تقدر تغسل 2 وتلبس واحد، فينشف تجففهم في أي مكان، حتى على الدراجة كنت ممتاز تجففهم يعني. فقلل قدر المستطاع من الأغراض اللي تأخذها في صحيح الرحلة، صحيح يعني لا صحيح. مش على الدراجة، حتى إذا طالع بالسيارة. إحنا عندنا مشكلة واحدة، إذا عندنا سيارة عريضة واسعة وكبيرة فعادي نحمل ونحمل تحط كل شيء وننسى صح. نقطة الوزن. نقطة الوزن راح يأثر فيك في أول شيء صرفية البترول،
أداء السيارة مثلا أو الدراجة، الدراجة، استهلاك البريك، البترول، التواير التوائر، البريك، كل شيء يأثر. ما نحسب الحساب، عندنا ادفانشر ودراجة كبيرة، يعني مثلا تحصل صح. خالد جابر عنده 1200 ويحمل، ليش؟ أنا ماكينته كبيرة. فأنا وايش أنا رايك ان ايش رايك ان في ناس في ادفنتشر محملين من كثر الاغراض اللي محملينها للاسف نسوا يرفعون السسبنشن، وضرب عليهم اعتقد الدرايف شافت او ضرب عليهم السسبنشن بسبب الحموله. يقول لك الدراجه تتحمل يعني وزن معين يعني، فتجي تحط عليها اغراض وتحط عليها غير الصناديق والشنط. وللاسف بعض الرحاله العرب يحب يبين، يعطي انطباع انه رحاله بانه يحط اغراض وايد، يعني حاط لك صحيح تشوله صحيح وحاط صح. لك حاط لك شيول وحاط لك مطرقه، يا اخي متى بتستعملهم يعني؟ ما فهذه ايوه هذه اللي اللي انا كنت تلاحظها يعني، حتى يروح يحضر ما شو. يحسب ما يحسب لحساب هذه النقاط، صح، وهذا خطر بالنسبة لكل الدراجين. يعني أنا أنصح الدراجين بشكل عام أنك لا تستعرض، أنت تأخذ ايه الشيء اللي تحتاجه. يعني في واحد من الرحالة، أنا كنت قبل ما أبدأ موضوع الترحال يمكن في 2006 كان تقريبا، كنت أتابع اليوتيوب وما أقدر أنسى هذه الجملة اللي قالها واحد عجوز كبير في السن، يتكلم يقول لي، يقول في اليوتيوب من ضمن يعني خبرته في الترحال، يقول ليش تاخذ اغراض معك اساسا من بلدك؟ تحتاج صح. شيء انت؟ زين، فكمل كلامه قال اذا تبغى ترتاح في الرحله محتاج شيء، افتح محفظتك واشتري. ممتاز. افتح المحفظه واشتري الشيء اللي تبغاه، انت ما عندك فلوس ايه بس اكيد بتحصل حد يشتري لك اياه. حتى ايه اذا انت صحيح ما عندك فلوس او حد بيشتري لك ويدعمك في هذه الرحله، وانت اكيد تروج صح. عن مثلا البراند ماله، كم راح انت راح تروج عن البراند ماله في السوشيال ميديا عندك بيمكن مبلغ 10 ريالات عماني يعني. فانت هو اذا سوى ذاك الترويج يمكن بيكلفه 1000 ريال عماني، فحصلك انت بتسوي له الترويج في السوشيال ميديا ب 10 ريال بيعطيك. صح أكيد وهذا طبعا. كان هذا وهذا الفعل وهذا اللي حاصل معايا. يعني ممكن الرحله هذا فعلا الكياها مكلفه كثير، لكن الحمد لله كان دعم المجتمع المحلي او كل معظم الدول اللي مريت فيهم كانوا داعمين لهذه الرحله. طبعا ممتاز ايضا ممتاز. عمان دعم للرحله، إيه شركات عمان وجهات من عمان، لكن انا اتكلم عن الخارج، كل دوله اروحها في استقبال خاص. ممتاز يعني ممتاز جدا. اوصل مثلا وصلت دخلت جنوب افريقيا، على طول تحصل في واحد هناك ينتظرك على الحدود ويربطك مع حد من اهله في ايه حلو. بريتوريا ولا جوهانسبرغ. فانا ماشي في كل مكان كان في استقبال، كل مكان في استقبال. الحمد لله ممتاز. هذا الشيء اللي خلاني اني ارتاح في الرحله، وممكن اقول لك ان الرحله كانت امنه يعني. ممتاز أكثر من جدا. ما الناس قالوا لي قبل بداية الرحلة، ماهر أنت مجنون وأنت رايح لقارة أفريقيا وهذا خطير، حيوانات وأسود ومساي وقتلة وغيره، قطاع طرق. قلت له ما صحيح مشكلة، خلني أجرب يمكن أتعرف عليهم وأستفيد منهم. فعدى على خير الحمد لله، إن ما شاء أقول لك الله ما الحمد في لله. ما في، لكن موجود يعني، هذه الأمور موجودة يعني. أنا مريت في غابات خطيرة يعني، أماكن طبعا خطيرة، طبعا مريت طبعا. في مكان في قطاع طرق بعد. ماهر عندنا دقيقة واحدة بينقطع البث بنفسه، ولا احنا ودنا نتم معاك الليل كله صراحة، فنتمنى منك كلمة ما شاء الله. ونصيحة للرحالة أو اللي يسمون نفسهم رحالة والناس اللي يحبون يخوضون مجال الترحال. أول شيء كن قدوة لبلدك، كن قدوة لبلدك، لأنك أنت في كل غلطة تسويها تمثل بلدك. اللي غلطة تعملها ما بيقولوا ماهر، بيقول بيقول ايه العماني، صحيح بيقول صحيح. العمانيين بشكل عام كذا طبيعهم. لا، هذا أول شيء يخليك أنت خير مثال لبلدك. واقتصد في الرحلة قدر المستطاع، في النهاية أنت تطلع بمادة راح تستفيد منها وراح تفيد باقي الرحالة أو باقي المتابعين أو اللي يحبوا يخوضوا مثل هذا الإنجاز.
واشكر شكرا. الجميع على دعم هذه الرحله بشكل عام، ما يعني يمكن الوقت ما يكفينا، بس بشكل عام ايه كل من دعمني في السوشيال ميديا، شركات في عمان، بي دي او، اللجنات، اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان، ايضا داعمين، وبقيه من جهات وزاره الشؤون الرياضيه، وايضا الكابتن خالد الجابر. تشرف على عيني وراسي، وواجب لنا حبيبي ان احنا وفاء، نطلع الرحالة للإخبار، وشكرا لك على